يا هند، انا خايفه قوي اعيش مع مامة حسن. هي طيبه بس برضو قلقانه. تفتكري حبها؟ مين ده؟ انتي لسه تفكري فيه؟ طبعا يا هند، سنين من حياتي انا كنت فاكراها كل حاجه في الدنيا، في الاخر طلعت ولا حاجه ولا عشان فلوسها. أكيد عشان فلوسها. لا بس انا كنت شاكه من بدري، حسيت ان في حاجه مش مظبوطه. عارفه من امتى؟ من اول ما ابتدى يشتغل معايا المشروع ده، ما كان عنده استعداد انه يعمل اي حاجه والمشروع ده يحصل. ستي حبها ما حبهاش، خلاص بقى يا هند، الموضوع خلص خلاص، انسي بقى، امسكي طبقي. يا ساتر يا رب، انا ما كنتش فاكر انها متفحمه قوي للدرجه دي، ده حتى المعجون النار كلته. قدر الله ما شاء فعل باسط حمزه. المهم القهوه مقفوله بقالها شهر، عايزك تنجزني على قد ما تقدر. على عيني يا استاذ حسن، بس انت عارف الصنعه لازم تاخد حقها. بصراحه بقى الحيطان دي كلها لازم تنزل عشان اشتغل على نظافه. اعمل اللي تشوفه، المهم تخلصني في الوقت. الله المستعان، باذن الله من بكره هجيب رجالتي ونبتدي نشتغل ان شاء الله. وبرضه تكتب لي هتحتاج ايه من المون عشان اجيبه لك، واعمل حسابك سمير ورضوان رجالتي هيكونوا معاك ويوميتهم ماشيه من النهارده. كده يبقى عظم على عظم يا استاذ عادل، زي ما قلت لك من نجمه انا ورجالتي هنبتدي نشتغل على البركه ان شاء الله. ايه لويت؟ اه باذن الله يا ابو علي. صباح الفل، ازيك يا استاذ حمزه؟ تسلم يا استاذ حسن. يلا كمل لفتك انت بقى في القهوه وشوف طلباتك ايه. ماشي يا استاذ عادل. ابو علي يا حبي، مفيش، كنت معدي لقيت باب القهوه مفتوح، قلت يبقى انت اكيد جوه. انا قلت نوضبها بقى يا عم حسن، كفايه واقف حال كده. يا عم ربنا ما يوقف حالك ابدا يا حبيبي. قول لي ياض، مش محتاج فلوس؟ ما تحرمش منك يا ابو علي، مستور الحمد لله دايما. اه عم امين كمان بيقول لك لو عوزت اي حاجه ميل عليه وهو في الخدمه. عم امين ده اجدع راجل في الدنيا كلها، ربنا ما يحرمنا منه يا رب. بقول لك ايه، انت عرفت اللي حصل لاحمد اخوك؟ عرفت طبعا، مش موضوع جوازه؟ عرفته وما رضيتش اروح معاه. بالراحه بالراحه يا عادل، مش موضوع جوازه. حماه. ماله حماه؟ مفيش، وهو قاعد بيحضر الفرح طب وقع ساكت، نقلوه على المستشفى، دخل العنايه المركزه كشفوا عليه لقوه جات له جلطه. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم لو تروح له عادل، انت واحمد اخوات، ومهما حصل لازم الاقيك في ظهره في ظرف زي ده. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا حسن. هي باينه على وشك. المهم عايز مني انا حاجه؟ ما تحرمش منك حبيبي. طيب انا رايح المحل. الف سلامه. سلام يا استاذ حمزه. سلام يا استاذ حسن. سعيد ده ابراهيم اخويا، دكتور علاج طبيعي وشاطر جدا، هو بقى مصر يشرف على الحاله بتاعتك ولا ايه؟ صح. اهلا وسهلا يا سعيد بيه. طبعا انا عارف ان حضرتك فيري ويل نون بزنس مان، وطبعا جوز اختي اللي هي اغلى حاجه في حياتي، بس انا هنا الدكتور ولازم تسمع كلامي. ايه رايك يا نرمين نبدا على طول؟ يا ريت. يلا ليتس ستارت. معلش بقى انا هستاذنك، هتعبك شويه واحاول اقعدك. اشارات المخ لما بيديها للعضلات هي ما بتشتغلش، هي باي تنشي، وبرضه اللي في وشها. واحده واحده، بص انا عندي فكره هايله. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تخافش ما تخافش. لبان، واحده واحده. لازم تندغه، ده تمرين كويس قوي يا نرمين، لازم يعمله طول الوقت. حاضر. عشان التنشن اللي في وش ده يفك واحده واحده، وبعد كده ان شاء الله مع التمرين ايده تفك، وبعد كده رجليه، يبقى كده كله تمام. اوكي.
طب يعني وقت قد ايه كده يا ابراهيم؟ تقريبا يعني. هو شطرته بقى. طب بص انا هسيبكم تخلصوا الجلسه اوكي، وعلى اتفاقنا ديلي دونت وري. يلا يا بطل، ممكن واحده واحده بقى تحاول تحرك ايديك. انا عايز اي حاجه، حاول تحركها باي طريقه، واحده واحده. حاول برافو، اهو برافو. انا بقى عايز نفس اللي انت عملته ده بس ايدك كلها، كل صوابع، واحده واحده. ما متقدروش. معلش، واحده واحده. برافو اهو، هايل برافو. على فكره انت استجابتك هايله، ان شاء الله هتخف بسرعه جدا. اتفضل. كنت عايزاني في ايه بقى؟ كنت عاوزه اقول لحضرتك اني بحاول اتصل بسعيد بيه عشان يكون على علم باللي بيحصل يعني، بس ما بيردش عليا. هو مش خرج من العنايه المركزه؟ خرج اه، بس مالين يستخدم التليفون. طب والاستاذ مصطفى فين هو كمان؟ ما هو مش معقول خط انتاج بالضخامه دي يتساب كده من غير ما اي حد من الاونرز يكون بيتابعه، ولا راي حضرتك ايه؟ لا صح. صباح الخير. اهلا. صباح الخير. ازيك يا نايل؟ عن اذنك. اتفضلي اقعدي يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ تمام؟ اه الحمد لله كويس. انت ايه الاخبار؟ والله بحاول اظبط موضوع الالمان ده. طب وايه متظبط ليه؟ محتاجين مصطفى، هو الوحيد اللي سايق الموضوع ده من الاول. هو لسه ما ظهرش؟ ما بيردش على التليفون، ومش منطقي ما يبقاش هنا. ده حتى امل لسه من المحل دلوقتي، لازم يكون حد من الاونرز موجود. وازاي امل تقول لك حاجه زي كده؟ انت تقريبا دلوقتي بقيت واحد من الاونرز. المهم اطمنتي على باباكي النهارده؟ اه الحمد لله. كلمته ونرمين ردت عليا، قالت لي ان هو بدا جلسات العلاج الطبيعي. انا هقوم اروح له دلوقتي، تيجي معايا؟ هو يبقى مبسوط اكتر لو شفنا مع بعض. اوكي يلا. اهو غرفي ده، هي هيلاقي زيها فين؟ هند دي نورت العيله، علام وجمال. تصدق بالله نص جدعان العيله كانوا عايزين يتقدموا لها. هنعمل ايه بقى يا حاج النصيب؟ الحمد لله ربنا يعوضنا بهاله. امين اخويا قال لي ان في واحد كده محترم جه يتقدم لها، ربنا يتم بخير. اسمع من بقك ربنا يا حاج. امين اتاخر قوي. في ايه؟ انت مالك مستعجل قوي كده؟ زمانه جاي، وبعدين انت مش هتمشي من هنا غير لما نتغدى مع بعض. اكل ايه؟ انا ورايا مشاوير كتير. تليفونه مقفول. لا بس هو تلاقيه قاعد في مكان ما فيهوش شبكه. الاكل فاضل له نص ساعه ويجهز، نتغدى سوا وبعدين تتكل على الله. يا ام هاله، هو انا غريب؟ اتفضلوا دول. ايه دول يا حاج؟ دول 40,000 جنيه. واصل لأمين 80، يبقى واصل لكم 120,000 جنيه. لكم في ذمتي 100,000 جنيه. لا ما شاء الله، الله يبارك فيكم يا رب وما يحرمكوش من بعض. والله يا حاج أنا ما شفت إخوات بيتعاملوا مع بعض زيكم كده. الحمد لله. سلامتك يا سعيد. أنا وقعت يا نبيلة وانتهيت. ما تقولش كده يا سعيد، ألف بعد الشر عليك. أنت هتخف وهتقف على رجليك وهترجع لحياتك وبيتك وولادك وشغلك وشركتك. أنت قوي، أقوى من المرض. كنت فاكر كده. ليلى عاملة إيه مع أحمد؟ ليلى ما رجعتش بيتها من يوم اللي حصل لك. ليلى مش هتفرح أبدا يا سعيد غير لما ترجع لها. نمين عايز اروح. انت مش جاي معايا وهتقعدي معايا وتراقيني؟ خلاص مش هقلق بقى. هكلم الدكتور. ما تقلقش.
ازيك يا نرمين؟ هاي ماما، انت هنا؟ ازيك يا حبيبتي؟ شكلك النهارده زي القمر ما شاء الله. يلا بقى يا بابا عشان تقوم بالسلامه. انت زي ما تروحي بيتك لحد دلوقتي. انا لا هروح بيتي ولا هتحرك من مكاني ولا هعمل اي حاجه غير لما حضرتك تقوم وتقف على رجلك وانت بنفسك اللي توديني بيتي. احمد فين؟ احمد بيركن تحت وطالع على طول. معلش بقى يا نصر، ملخوم اليومين دول مع بابا. فهمت. لا النهارده مش هينفع خالص يا نصر، قلت لك مش هينفع، لما اجي هباجي بقى. سلام. مصطفى كيفك؟ تمام، ازيك انت؟ الحمد لله. رايح الشركه؟ لا. طب بقدر احكي معك كلمتين ما باخرك؟ اتفضلي. انا عرفت انك ما كنت مسافر يوم فرح ليلى، انت ما رحت لانك كنت خايف من وجودك معها بسبب مرضها. بصي، لو عندك موضوع تاني غير موضوع ليلى وموضوع بابا ده هقف واسمعك، لو ما عندكيش غيره انا مضطر امشي. ايه عندي؟ ليش ما عم تروح على الشركه؟ عشان متضايق رنا، مش طايق نفسي وخلاص، حاسس ان انا قربت اتجنن. وانا كمان ماني طايقه اروح على الشركه وانت مو فيها. مصطفى، انا لما تقربت منك اكتشفت انك كتير انسان رقيق وحنون، ليه بتحاول تبين عكس هيك؟ على فكره بقى انا شايفه انه تصرفاتك كلها غلط. انا تصرفاتي غلط؟ انت شايفه كده؟ طب واللي حواليا ايه؟ هما اللي ماشيين صح؟ كتبهم عليا في مرض ليلى، ده ما كانش غلط؟ جوازها من واحد انا شايف انه ما يستاهلهاش، ده مش غلط؟ بلاش كل ده. جواز بابا اللي احنا اكتشفناه بالصدفه، ده برضه مش غلط؟ انا اسفه، ما كان قصدي ضايقك. معك حق بكل كلمه قلتها، بس انا ما بتهم تصرفات الناس، انا بيهمني تصرفاتك انت. يمكن هذا الوقت المناسب لتكون موجود حد اختك وابوك، وانا بعرف انه فيك تعمل هالشي. واعمل كده لمين؟ واعمل كده ليه؟ لانه هاي شركتك وليلى اختك. خلاص، ما بقاش مكاني، وليلى كمان اخترت انها تبعد عني من بدري قوي. انت كتير عنيد مصطفى. اللي عم يعمله احمد مع ابوك واختك المفروض انت تعمله، ما تخلي غضبك ونرفستك يخسروك اقرب الناس الك. يعني انت موقفاني دلوقتي قدامك عشان تديني درس في الاخلاق ولا عشان ايه؟ لا، لانه انا لانه انت ابن خالتي وانا خايفه على مصلحتك. مش المفروض كنت موجود في الشركة عشان موضوع الألمان ده ولا إيه؟ كيفك أحمد؟ الحمد لله تمام. إيه الحمد لله. معلش يا أحمد. معلش علي، بس ما أنت عارفة هو بيحبني قد إيه؟ هي ماما فين؟ ودوتا أجت من نص ساعة تقريباً. طب يلا. أنا همشي أنا. لا لا لا، تمشي جيم، أنا عايزاك. طب أنا تعالى أشوف خالتي. هو أنت ليه يا أحمد مستحمل كل ده؟ قصدك إيه؟ قصدي ان انت مستحمل حاجات كتير جدا محدش يقدر يستحملها. كل السخافات بتاعت مصطفى وكرهه ليك المعلن قوي ده، واهتمامك بالشغل وان كل التفايات ما تبص. وتفسيرك ايه بقى اللي بيحصل ده؟ ما عنديش غير تفسير واحد. ايه هو؟ انك تكون بتحبني بس. ازيك يا كريم؟ انا زعلان منك عشان انت ما خدتليش معاك القهوه. معلش يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ الحمد لله. ازيك يا عادل؟ ايه مالك؟ شكلك تعبان كده ليه؟ لا ابدا، الحمد لله. طب هفضل لك تتغدى؟ لا لا، مش جعان. الحمد لله على السلامة يا عادل. ايه يا حبيبي؟ طمني، عملت ايه؟ الحمد لله يا أمي، كلمت حمزة النقاش ومن بكرة هينزل يشتغل في القهوة. خلاص على خيرة الله يا حبيبي. الحمد لله على كل حال.
بقول لك في خبر كده، انا من ساعه ما عرفته مش عارف افكر لوحدي، عايز اخد رايك. خبر ايه اللي معكر وشك كده؟ حام احمد جاله جلطه وهو في الفرح، ومن ساعتها وهو في المستشفى. لا اله الا الله. عرفت منين يا عادل؟ هو احمد كلمك؟ لا حسن اللي قال لي. يعني يا احمد كده يوم فرحك يبقى احنا لازم نروح له يا عادل. ايه رايك يا امي؟ هنروح له؟ انا مش هخش له بيت. عاوز تروح لاخوك انت روح. هروح له من غيرك يعني يا حاجه؟ خلاص اروح لنا ده بعد اذنك يعني. ما هو ما ينفعش، وانا هروح مع مروه. ما هي ما ينفعش يعني تروح لوحدها، ده بعد اذنك. ماشي روحي برضو معاها عشان ما تروحش لوحدها. معقولة يا ماما؟ لولا أنا همشي. لا أنت مش هتمشي وتسيبيني. أنت تعبانة يا حبيبتي؟ لا مش تعبانة، أنا عايزاكي بس تفضلي معايا. أنت سخنة، جوزك فين؟ ماشي خلاص تعالي معايا بقى البيت عشان أقدر أخد بالي منه. وأسيب البيت هنا إزاي؟ سيبيه لما يرجع سعيد ابقي ارجعي. طب وأحمد؟ حتى لو مش موجود معايا بيني وبينه خمس دقايق بس على الأقل. لولو تقبريني، إذا حس حالك تعبانة عن جد افضل معاك عادي، ما عندي مشكلة. أنا مجهدة بس شوية ومش عايزاها تمشي. خليكي وقبل ما يجي بابا ونرمين هقول لك وامشي على طول. ايه الله يخليكي، خليكي هون، أصلا جعب عليك تضلي باين عليكي. ماشي حبيبتي ماشي تعالي. خير ما فعلتي. نطلع الشنط؟ يلا برتاحي. وردة. أيوة. في ضيوف جاي لنا بعد شويه، ممكن يتعشوا معانا؟ اي شرفوا يا بيه. تحب احضر لهم حاجه معينه؟ لا مش حاجه معينه. بس اعمل لهم اكل كويس. تحت امرك. يا حبيبتي انا مروه كلمتني من شويه وقالت انهم جايين. كويس جدا انهم جايين. معلش بس هطلب منك طلب، انا عايزك تكوني موجوده معايا وانا بستقبلهم. انا نص ساعه بالظبط وابقى عندك. مش هتروحي في حته، انت تعبانه. لا الحمد لله ماشي، مع السلامه. مين دول اللي جايين يزوروكوا؟ اهل احمد جايين وطلب مني ان انا اكون في استقبالهم معاه. ايوه يا حبيبتي بس انت تعبانه، ممكن تستريحي والزياره دي تتاجل. مش ممكن تتاجل، ده انا ما صدقت اصلا انها هتحصل، ده انا اللي طلبوها بنفسي. طب بس استني، ممكن اجي معاكي اكون في استقبالهم؟ ايوه طبعا يلا. هلا. ايه يا ماما؟ تعالي اديني عملت لكم الكيكه اللي نفسكم فيها اخيرا. اعمل ايه يعني، انا كنت مشغوله في امتحانات الزفته العامه بتاعت اختك دي، والحمد لله خلصت على خير. ربنا بس يجعل تعبها في فايده ان شاء الله. مشاكل كتير قوي يا ماما، مش مشكله بقى النتيجه بتاعتها تطلع ازاي، بابا يبقى يديها بقى كليه خاصه وخلاص. يعني ايه كليه خاصه؟ يدفع لها 50-60 ألف جنيه ما تدخل الكليه اللي في نصيبها، والفلوس دي هي اولى بيها في جهازها. بس انا قلبي حاسس ان شاء الله ان ربنا هيكبر بخاطرها وتجيب مجموعه حلوه. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. رايحه فين يا هند؟ عندي مقابله شغل يا ماما. ايوه كده بقى، هو ده الكلام، انزلي بقى واشتغلي يلا. والشغل ده فين؟ شركه توكيلات في وسط البلد. ماشي بس ما تاخريش يا ماما. تسيبيها تتاخر ولا ما تتاخرش؟ انا مصدقني انها خرجت منها في ده. بس انت اختك لسه مفسوخ خطوبتها والعين عليها دلوقتي مفتوحه قد كده. بالظبط. اسمعي الكلام اللي بقولك عليه. روحي مشوارك ما تاخريش. حاضر. نرمين هو انت شكلك تعبان كده ليه؟ من يوم ما سعيد تعب وانا ما بنامش اساسا يا ابراهيم. ربنا يسلمك ان شاء الله ويرجع بيته. على فكره انا هروح اعيش معاه خلاص. بجد؟ طب بما انك بقى هتعيشي معاه، ممكن انا بقى اقعد في الشقه عندك لغايه لما اشوف انا عامل ايه؟ طيب انا على فكره كلمت مدير المستشفى وما عندوش اي مانع يعينك خالص، بس انا عايزه السي في وكل الورق تجهزهولي. ماشي؟ اوكي بس بقى انا هاخد كام بقى مرتب؟ يا
يعني بص تقريبا 2000 2000 ونص مش وحش قوي مش وحش. يا نرمين يعني انا راجع من الكويت علشان اخد 2000 2000 ونص هنا في مصر از سالري؟ لا طبعا مش معقوله يعني. بقول لك ايه، بصي انا شكلي كده هعمل مركز العلاج الطبيعي اللي انا نفسي اعمله. انت معاك فلوس زي دي اصلا؟ اه معايا بس محتاج شريك. بصي انا نفسي اعمله حاجه ايمج كبيره قوي كده، حاجه تكون تحفه. طيب مش وحشه الفكره. مساء الخير احمد. ازيك يا لي؟ ازيك؟ مبروك. ميرسي نورته. ازيك يا احمد؟ ازيك حنان نوريك. اتفضلوا. اتفضلوا. ازي حضرتك؟ اتفضلي. كلفتوا نفسكوا ليه بس وانتوا جايين؟ دي حاجة بسيطة. منورين. لسه كنت بقول لأحمد إن أنت أمور أوي يا مرة. ربنا يخليكي. هي مش المفروض مامتك كانت تيجي معاكوا؟ أصل ماما أصل طنط ست كبيرة وحركتها مش سهلة، فاتفقت أنا وأحمد إن إحنا نروح نزورها، تيجي معانا؟ بسم الله ما شاء الله، بيتك حلو أوي يا أحمد. ربنا يخليكي يا حنان. أمال كريم أخباره إيه؟ كان هيتجنن ويجي يشوفك، بس انت عارف بقى عادل مرضيش يخليه يجي علشان ما يعملكوش دوشه. الف سلام على والدك يا ليلى، احنا جايين عشان نطمن عليه النهارده. المفروض النهارده جايين تباركوا لاحمد وليلى على الجواز ولا ايه؟ اه ما احنا حضرتك هنيجي طبعا نبارك، بس قلنا يعني الواجب الاول نيجي نطمن على الاستاذ بابا وليلى. انت عرفتي مين يا حنان؟ حسن قال لعادل. الف سلام على سعيد بيا ليلى. ميرسي قوي. الله يسلم. متشكرين قوي. هو خلاص بقى كويس وهيرجع بيته ان شاء الله بكره او بعده بكتير. طب كويس الحمد لله. تحبوا تشربوا حاجه في الجنينه؟ اه قوي. يلا طب. اتفضل. قولي لي بقى ايه اخبار البشاميل اللي معاكي؟ بشاميل؟ اه انت ما تعرفيش ده احمد بيموت في حاجه اسمها كوسه بالبشاميل ومكرونه بالبشاميل وكل حاجه بالبشاميل. بجد ماما تعرفي تعملي الحاجات دي؟ طبعا يا حبيبتي. طب هتعلميني؟ طبعا. طب واخبار ماما ايه؟ الحمد لله زي الفل. سلم عليك كمان قوي. كدابه والله. ابدا. بقول لك ايه، عادل ابتدى يجهز القهوة بتاعته ويجددها بالفلوس اللي انت سبتها له. كويسة. شوف يا هند. هند؟ يا لهوي يا ماما، انما طلع حتة دين بيت يجنن. شفتي المسلسلات التركي؟ اهو حاجة شبه كده. اخوكي عامل ايه؟ الحمد لله كويس. لما قلت له ان انت بتسلمي عليه ما صدقنيش وقال لي يا كدابه. ومراته استقبلتكوا ازاي يا مروه؟ والله دي شالتنا من على الارض شيل، وزعلت قوي ان احنا ما رضيناش نتعشى معاهم. على فكره يا ماما هتيجي تزورنا وبتسلم عليكي قوي. ايه؟ والمعدول اخوكي ما قالش انه جاي معاها ولا هتيجي لوحدها؟ والله دي بنت حلال قوي. مش عارفه الموقف اللي انت وعادل واخدينه منها ليه، ده ملوش اي معنى.
مروه اتكلمي كويس، مش انت اللي تعلميني انا وامك نتصرف ازاي ولا نعمل ايه؟ والله العظيم انا ما اقصدش، بس انا بتكلم على اللي انا شفته. قولي لي حماه عامل ايه؟ الحمد لله كويس، بس لسه ما طلعش من المستشفى. اصل حماه احمد كانت قاعده معانا، دي ست زي العسل. زي العسل؟ اه والله، وقمر كده تحسيها هنا. والله احمد بقى شكله بيه بجد. بقول لك ايه، كل يوم ساكته. فاتك اليوم ده يا عادل، كان لازم تبقى موجود فيه. سيبك انت، العزة حلو، خدم ايه وحشم ايه، كنت هتفرح باحمد بجد. ده الريسبشن اللي كنا قاعدين فيه قد الشقه بتاعتنا دي، ما شاء الله الله اكبر. يعني والله الواسع بيبقى من جوانا يا ست ام كريم. ماشي يا سيدي، عارفه تقصد ايه، راضين باللي ربنا قسمه لنا الحمد لله ونعم بالله. اصل الدنيا ما بتقلبش مع حد قوي كده كل يوم. وقلبت على احمد بالسعد والهنا، ما قلناش حاجه الحمد لله. مراته كده حبوبه ووشها بشوش. بس انا كنت عايزه اقول لك على حاجه يا عادل. قولي يا ستي. انا حسيت كده في عيون احمد انه مكسور، اكمنك ما جيتش معانا انت وماما. يوه رجعنا للسيره دي تاني. يا عادل يا حبيبي، ده انا مراتك حافظاك، انت تلاقيك من جواك بتتقطع كده على احمد. اه ما تبصليش كده، احمد مش اخوك الصغير، انت طول الوقت تقول احمد ده ابني. يلا فرحه كده وخد ماما وروح له. ما هيش عايزه تروح يا ستي، هاخدها غصب عنها. انت لو عوزت هي هتعوز، بس فكر كده. انت عارفه ان قلبي مش متوقع نعمل اللي بتقولي عليه ده. ليه؟ ليه بقى؟ عشان انا زعلان، زعلان قوي من احمد. انت مفكره سهل عليا ان الواد ده يروح يتجوز كده ومش في ظهره؟ انا كنت عامل حسابي اني هروح اتنطط فرح وهيص وارقص وهدخله لحد اوضه النوم بايدي. مسامح كريم بقى يا ابو كريم. اتفضل. هو كان بيقول لحضرتك ان في ملاحظات كتير على المنتج، وان الشركه بتاعتهم اول مره تنفذ مشروع بره المانيا، وان في مواصفات مطلوبه مش هيقدر يتنازلوا عنها. طيب قول له ان احنا كمان عايزين نوصل بالمنتج لافضل مستوى، وعشان كده ده تاني تيست احنا بنعمله، وكل الملاحظات اللي هو هيقولها النهارده اكيد هناخدها بعين الاعتبار ونشتغل عليها بشكل جدي، وان شاء الله التيست اللي جاي يبقى كل اللي هو عايزه موجود.